أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الثلث الآخر من الليل ومتى يبدأ؟ الثلث الآخر من الليل معروف، لأن الليل ثلاثة أثلاث: الثلث الأول ثم الأوسط ثم الثلث الآخر، وتعرف بدايته من تقسيم الليل، والليل يختلف باختلاف الفصول طولا وقصرا. يقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، قسم على ثلاثة أقسام، كل قسم يسمى ثلثا: ثلث الأوسط، ثلث الأخير، ثلث الأول، وأفضله الثلث الأوسط، جوف الليل، جوف الليل. وكذلك الثلث الأخير وقت السحر، ومستغفرين بالأسحار، بالأسحار هم يستغفرون. فيجب الثلث الأوسط والثلث الأخير. ومن أخذ من الثلث الأوسط السدس يأخذ السدس من الثلث الأوسط، ويأخذ السدس من الثلث الأخير، يكون هذا جوف الليل وآخر الليل، جوف الليل وآخر الليل، يجتمع له الفضيلتان: جوف الليل وآخر الليل. وهذا قيام داود عليه السلام. كان داود عليه السلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هكذا كان داود يوافق جوف الليل ويوافق آخر الليل، يأخذ السدس الأخير من الثلث الأوسط والسدس الأول من الثلث الأخير، ويقوم بها هذه الفترة، ويكون جمع بين ثلث الليل وبين جوف الليل وبين آخر الليل. نعم.